اهلا بحضراتكم مره تانية. برحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز سعيد علي عشان نتكلم في كل ملفاتنا النهارده. ملفات مختلفه شويه، هنتكلم يعني خارج الصندوق شويه، وهو يعني متميز في كل الملفات. سعيد مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا كابتن هاني، اهلا بحضرتك واهلا دايما بكل متابعي قناه الاهلي. منورنا سعيد. وبعض الملفات اللي خارج الصندوق النهارده هنتكلم عليها بالتفصيل، لكن خلينا نتكلم سريعا ورؤيتك لمباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك امبارح والتعادل 2-2. يعني يمكن مش هضيف كتير عن اللي انت قلته يا كابتن هاني، لخصت الامور بشكل مختصر جدا في مثال عظيم جدا، ان انت كان عندك فرصه تخلص على المنافس بشكل قاتل، كان مستسلم ومستأنس بشكل كبير جدا جدا، نزلت قوي جدا ورحت وسجلت وفرص كتير، لكن ضيعت على نفسك الفرصه. مع الوقت شعرنا ان ايه، ان المنافس لقى فرصه يعود في المباراه، ابتدى لاعب الاهلي يشعروا بالخطر في اللحظه دي. يعني للاسف الشديد احنا امبارح لعبنا لما كنا تحت ضغط فقط، يعني لما كنا محتاجين نسجل عشان نتقدم سجلنا، ثم لما تاخرنا في النتيجه اكتشفنا ان احنا محتاجين نسجل تاني، فاحنا لعبنا تحت الضغط فقط. كان النادي الاهلي قادر الشوط الاول على اقل تقدير يستغل الاخطاء الكتير اللي وقع فيها المنافس في الشكل الرسمي التكتيكي والاخطاء الفرديه وحاله الخوف اللي كانت حاصله وظهرت في قرارات فرديه كتير جدا للاعبين داخل الملعب، كنا قادرين بكل اريحيه نطلع شوط اول 3-0. لكن للاسف الشديد بعض اللاعبين ما كانوش في حالتهم امبارح، التركيز كان قليل، كان في انانيه انا شخصيا وصفتها في بعض الحالات انانيه مفرطه. يعني ممكن البعض بيحب يقول ان انا في افضل حاله متواجد، وطبعا مهم ان يكون في الطموح، لكن ده اثر على الشكل الجماعي. احنا متعودين سعيد، واحنا كنت لعيب والحمد لله كان يعني ليا خبرات كبيره جدا جدا، في الوقت اللي اللعيب بيحب يثبت نفسه ان هو كويس بتيجي نتيجه عكسيه. صحيح. حتى على المستوى الفردي لو اثبت نفسه على المستوى الجماعي وبيظهر بشكل افضل يعني. صحيح. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عايز اتكلم معاك فيها عمليه كابتن طبعا سامي قمصان، شفت ادارته ازاي للمباراه، وفكره ان فكره ثقافه الشعب المصري عامه دلوقتي بغض النظر عن مباراه امبارح، ثقافه الناس اللي هي بتتكلم ان لسه اللعيب مثلا يعني عنده 23 سنه او 22 سنه بنحطه تحت بند لعيب ناشئ. يعني ما بتكلمش على ما اثير في ان النادي الزمالك كان بيلعب بالناشئين او دي دي دي، لا بنتكلم عن ثقافه أكبر عامه اكبر من ان احنا نتكلم في الموضوع ده. صحيح. لكن بنتكلم على امتى الثقافه دي توصل لنا، ان اللعيب اللي عنده 23 سنه ده لعيب المفروض يلعب مع منتخب مصر، يكون عنده ماتشات دوليه كتير، ويكون لاعب عندنا امثله كتيره جدا في عز تألقه يعني في السن ده يعني تقريبا. نغير ده ازاي يا سعيد؟ يعني ازاي نغير هذه الثقافه يعني؟ طيب هتكلم معاك في الجزئيه الاولى كابتن، طريقه اداره كابتن سامي قمصان للمباراه، ونروح لنقطه اللي اثيرت امس حوالين الشباب والناشئين. يعني في البدايه خليني اقول ان كابتن سامي فكر في ان الجمهور الاهلي بيحب الكره الهجوميه او متشوق جدا ان هو يشوف فريق بيلعب بشكل هجومي جدا، اختار افضل او اكثر 11 لاعب عندهم النزعه الهجوميه. النزعه الهجوميه كانت غالبه عليه في كل اختياراته، في التحديد في اختيارات لاعبي الجناح، اختار 2 ادوارهم الهجوميه اكبر بكتير من الادوار اللي فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم، او حتى انهم يكونوا اقرب لعمليه التطوير الهجوم من نص الملعب. فاختار بيرستاو، اختار احمد عبد القادر، اختار كل الحلول الهجوميه من البدايه. فهو كان غالب على فكره ان انا ههاجم بكل قوتي من بدايه المباراه، لكن انا في تقديري الشخصي الاعتماد على بيرستاو في هذا الظرف كان مفاجاه، وكان قرار يعني في تقدير خاطئ. ليه تقدير خاطئ؟ لان بيرستاو في الفتره الاخيره بيعاني حاله لا ثقه، يعني انت كابتن طبعا عارف ده كويس جدا، اللعيب لما يعني يفتقد الثقه تماما ما بيبقاش هو، حالته الذهنيه وكل قراراته يعني بتبقى فيها كتير من الاخطاء. فبالتالي انا شفت كان اقرب لهذه المباراه طاهر محمد طاهر، اللي هو افضل لاعب الجناح في الاهلي اخر شهرين، ماشي بشكل كويس، لدرجه ان موسيماني لما قرر يكثف عدد مهاجميه في نهائي افريقيا امام الوداد ما ضحاش بطاهر محمد طاهر، يعني رجعه باك رايت لانه شايف ان هو افضل لاعبي الخط الامامي في الملعب، فكان لازم استغل الحاله دي، وكان لازم طاهر يبقى بادئ المباراه. اعتقد كنا قادرين وقتها ان احنا نتقدم في النتيجه، لكن هو لحق
الامور بتغييرات دخول صلاح وطاهر، وان كان دخول طاهر ايضا ما زلت شايفه متاخر شويه، لكن التغييرات تغييرات في اعتقادي الشخصي كمان تغييره محمد هاني ورجوع حسين الشحات كباك يمين مع اضافه صحيح. عنصر امامي زي طاهر محمد طاهر كان ليها تأثير. وصلاح محسن كان يعني توقيت، وانا اتمنى كابتن اتمنى لان صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وصلاح اكتر في المنطقه دي بيبرهنوا على فكره ان الجناح يا جماعه لازم يكون عنده الفاعليه على المرمى، يعني مهما كنت انت حضرتك بتقوم بادوار مهمه خارج الصندوق وتحت وفوق وتدوير واستحواذ وكل اللي انت عايز تقوله، لو ما كنتش تمتلك الملكه التهديفيه يبقى انت هنا عندك قصور كبير. فانا بشوف من هنا ان صلاح محسن لاعب يستحق فرص اكتر، لاعب يستحق ان هو يتواجد بشكل اكتر الفتره الجايه لانه فعليا وده اللي عايزينه الفتره اللي جايه. ودايما احنا دايما بنكون كجماهير النادي الاهلي دايما عندنا ثقه في لاعبتنا مهما كان صحيح. ودايما ما بنحبش برضو خلي بالكم نحط برضو بعض الاعذار، لكن يعني هناك اعذار ممكن جدا نقول الاجهاد، ممكن نقول كذا، ممكن نقول كذا، لكن احنا متعودين هنا في قناه النادي الاهلي وفي النادي الاهلي ان احنا بنواجه نفسنا بشكل كبير. بس هو موجود يا كابتن موجود يعني طبعا يعني حمدي فتحي بيتصاب، يعني مفيش شك بيتصاب ليه؟ انا بقول لك هو